بكم في الحلقة 15 من سلسلة صندوق الإسلام اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن آمنة أم محمد وعن خديجة وكيف أن خديجة هي كانت الطبيب النفسي لمحمد واستوعبت أزمته لما كان يظن أنه ممسوس من الشيطان وخديجة في حد ذاتها هي أكبر دليل على ان الكلام اللي بيتقال عن المراه قبل الاسلام وان هي ما كانش لها اي دور وما كانتش بتورث وكانوا بيستعبدوها انه مش صحيح لان خديجه كانت تاجره يعني ورثت فلوس زوجها واحنا عارفين ان هي يعني طلقت مره وترملت مره ومع ذلك كانت امراه قائمه بذاتها وكانت صاحبه العمل اللي ادت محمد وظيفه هذا أكبر دليل وفي غيرها كان كتير هند بنت عتبة ويعني نساء كتير لما لما في غزوة بدر آآ آآ راحوا أو غزوة أحد راحت النساء قريش وراء آآ آآ آز آآ أزواجهم في الحرب ويقولوا لهم نحن بنات طارق إن تُقبلوا نُعانق وإن تُدبروا نُفارق يعني لو, لو أنتم هربتوا من محمد هنفارقكم مش حن مش هترجعوا لنا يعني النساء لهم مكانة كانت ده اللي انا عايز اقوله يعني وخديجه اكبر دليل على ذلك وهي الحقيقه اللي كانت زي يعني كانت الشط اللي محمد يرتاح عنده اي خيبه امل هي تعالجها اي ازمه هي تمتصها بحكمتها وترعى وبعد عشر سنوات من الدعوه يعني او بعد 25 سنه زواج ماتت خديجه وبيقولوا ان خديجه خلفت من محمد بيقولوا ان هي خلفت ست ابناء اربع بنات وولدين ودي طبعا ازمه ومشكله كبيره جدا لان احنا عارفين ان هو اتجوزها وهي عمرها 40 سنه فالمراه بعد الاربعين انها تخلف ست مرات صعبة جدا دايما يعني هتلاقي ان الشيعة بيتعامل مع هذا الموضوع يقول لك لا هو هي ما خلفتش غر من محمد غير فاطمه بس وكل بناتها واولادها التانيين دول من زيجاتها السابقه. بس برضه ده في حد ذاته لسه في ازمه لان فاطمه هي اصغر واحده وكان عمرها ثلاث سنين حسب الروايات الاسلاميه لما ماتت خديجه يعني خلفتها وهي عند عمرها 62 سنه يعني روح لاي طبيب امراض نساء واساله، قول له يعني في في واحده ممكن تولد سته بعد عمر ال وتولد كمان اخر واحده فيهم عمر ال62 مشكله كبيره جدا بس مش دي مش دي ازمه. المهم ان كان فيه آه حسب الروايات الاسلاميه عندنا البنات رقيه وام كلثوم دول اتجوزوا الاثنين اولاد ابو لهب. وطلقوا منه منهم بعد محمد ما اعلن دعوته لسببين، اولا لان اتخانقوا مع ابو لهب، ثانيا لان محمد كان يرفض ان اي مسلمه تتزوج من مشرك. وبعدين فاطمه اللي طبعا كلنا عارفين قصتها وامتدت والشيعه طبعا نسجوا منها الاسطوره الكبيره طبعا. و بنت من بنات محمد السير تجاهلتها تماما. زينب بنت محمد او يسموها زينب الكبرى اللي هي المفروض اكبر بناته. والولدين طبعا القاسم وعبد الله اللي هم المفروض ان هم ماتوا بدري يعني. ده يتناقض شويه مع سوره من القران اللي هي القران بقى بيدافع عن النبي وبيرد على واحد بيشتم محمد وبيقول له ان شانئك هو الابتر سوره الكوثر. الابتر دي يعني ايه؟ الابتر يعني المقطوع وكانت تقال لحاجتين اللي ما عندوش اولاد او لمؤاخذة المخصي فاحنا عارفين ان القران دايما بيرد ان شانئك هو الابتر يبقى في واحد شتم محمد وقال له يا ابتر ففسرها انت بقى بايه؟ بمعرفتك ففي كلتا الحالتين طب لو عنده ست اولاد يبقى ابتر ازاي؟ طب لو يعني امبوتنت او يعني ما عندوش قدره جنسيه زي ما ناس كانت بتحاول تدعي هذا الشيء، طب يبقى جاب الاولاد منين؟ إيه؟ برضه في لغز كده شغال واللغز ده هيستمر لما نعرف ان محمد بعد وفاه خديجه تزوج من نساء كثيرات جدا وكان عنده ملك يمين وعبيد وما جالوش ولا ولد ولا طفل من أي واحدة فيهم غير من ماريا القبطية إبراهيم وكان في قصة كبيرة حوالين الموضوع ده إن هو مش ابنه بس نرجع لزينب بنت محمد إيه مشكلتها وليه تجاهلتها السير دايما يحكوا عنها قصة سريعة كده وكانت متجوزة من واحد اسمه أبو العاص وبتاع ويتجنبها أم كلثوم ورقية وفاطمة خد عندك بقى كتب وحواديت وقصص زي ما أنت عايز زينب فيه مشكلة معاه تعرفوا ليه بقى؟ عشان زينب لم تؤمن برسالة محمد أيوة زينب ما أمنتش بابوها زينب كانت متزوجة من تاجر اسمه أبو العاص تاجر زي التجار بتوع مكة اللي هو تجارته بتروح الشام وبترجع و و والآخر. بعد ما محمد جهر بدعوته وحصل المشاكل مع قريش طلق بناته من أبو رقية وام من اولاد ابو لهب او ابو لهب طردهم وطلب محمد من زينب تعالي سيبي ابو العاص عشان ده مشرك قالت له لا رفضت وطبعا دي كانت ضربه شديده عشان كده تجاهلتها السيره في كتاب انساب الاشراف للبلاذري القصه بقى ايه لما تقراها تفهم ليه السير تجاهلت زينب هاجر محمد للمدينه وكان ده مهم جدا خد بناته معاه طبعا تانيين الا زينب رفضت متجوزه وبتحب جوزها وعندها منه اطفال قيل ثلاث اطفال مصمم محمد لازم يجي لما ابتدى محمد بقى يهاجم قوافل قريش وهو في المدينة ويسطو عليها أبو العاص زوج زينب شارك قريش في حربه في حربها ضد محمد شوف وصلت لحد فين ووقع في أسر محمد ومع ذلك زينب ما زالت في مكة ومصممة أنها تفضل مع زوجها كل بتوع قريش كانت فرصة لمحمد طبعا أنه يبيع الأسرة لقريش تاني ويكسب فمعظم أو كل تقريباً آه الاسره بتوع قريش خد فيهم قيل الى حد آلاف آه دينار او درهم يعني في مره روايه يقول لك دينار ومره درهم وفضلوا ثلاثه فضلوا ثلاثه النضر بن الحارس وصديق للنضر بن الحارس وابو العاص زوج زين محمد رفض انه يفدي النضر بن الحارس وقتله ليه؟ عشان النضر بن الحارس كان زنقه في مكه في سؤال قبل كده وقال له ما هي الروح يا محمد؟ فمحمد ما لقاش جواب قال له هجي لك بكره بالرد جا بكره ما جاش بعده ما جاش فات اسبوعين فالنضر كان من الناس المثقفين بتوع مكه وكان على درايه بالمسيحيه واليهوديه وقارئ وقارئ القصص وسالوا عن قصه الاسكندر ذو القرنين وسالوا عن قصه اصحاب الكهف كان كم واحد فجاء محمد ما ردش رجع بقى محمد بعد اسبوعين قال للنضر بن حارس كذا اجابه يعني وضحت ان هو فين الوحي اللي ربنا عايزين اجابه دقيقه فيعني أه لما جاي يجاوب على قصه ذو القرنين فضل يلف ومش عارف ايه وتغربوا في عين حمئه مش مش ده كان الاجابه اللي كان منتظرها النضر بن الحارث قصه أه اصحاب الكهف قال له كانوا كام واحد فالقران بقى يقولون خمسه وسادس ويقولون يقولون انت ما انت مش جايب الكلام ده أنا عند ربنا بتقول يقولون ليه واهم سؤال اللي ساله النضر بن حسن محمد ما جاوبش عليه ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا الاجابه اللي هي لا اجابه يعني فطبعا النضر بن الحارث ضحك عليه وقال له الكلام اللي انت بتقوله ده كله اساطير وانت ما بتعرفش حاجه فاسرها محمد في نفسه فاسرها محمد في نفسه في نفسه ولما مسكه في بدر ضرب راسه وحتى الصديق اللي معاه ضرب راسه عشان كان ضحك لما النضر بين لقريش ساعتها ان محمد ده الكلام اللي بيقوله دوان ملوش اي اساس من الصح ففضل العاص زوج زينب فزينب ودي برضو يعني لو 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 بنقرا قصه من قصص الاسلام دي تعتبر المفروض تكون من اهم قصص الاسلام ان الحب اهم من اي شيء لكن القصه دمروها دثروها زينب بعتت قلاده كانت واخدها من امها خديجه يوم زفافها هديه ومحمد يعرف هذه القلاده جيدا لانها قلاده خديجه فبعتت زينب القلاده لابوها عشان تشتري زوجها منه يا اخي ارحم بقى